كنت هو داك الطفل اللي كيتزاد وما تنعرفوه واش ذكر ام انثى، هذا ما كانش كيتصرح بهم واخا ما ذكروهمش حتى القانون، كانوا غير في واحد الدليل ديال ضابط الحاله المدنيه، والناس ما كانتش هنا الخنتة من حقه يسجلوا بناء على واحد الشهاده طبيه كتحدد لينا، واخا غير مثلا كنقولوا 99% كيقول الطبيب بانه راه ذكر 99 البنيه ديالو، ولا شوف التحاليل اللي الطب المختص راه غادي كيحدد الطريقه باش كيعرف واش ذكر، ولو تعطينا 99 الا عطاتنا ذكر كنسجلوه ذكر، ولو وقع شي تغيير ممكن انه هذاك الشخص المعني بالامر او الولي ديالو ولا اللي معني بالاب ديالو ولا الام ديالو ولا اي شخص عنده مصلحه انه يرفع دعوه بناء على شهاده طبيه الى تبين بانه راه ماشي ذكر، مثلا انت من بعد واحد 3 سنين ولا 4 ولا 5 الى تبين او 10 شوف الى تبين راه ممكن انه يتغير ليه عن طريق حكم، ولكن هو اوبليغاتوار انه خصو يتسجل بشهاده طبيه تحدد جنس المولود، هذا هو الجميل اللي فيه. وبالنسبه كما قلت لك الماده 29 تسجيل المولود الميت، المولود الميت كيكون عندنا فيه جوج، كاين عندنا فيه جوج لا الخنتة كيفاش عادي راه قلت لك الخنتة انه بناء على شهاده طبيه كيحدد لك فيها الطبيب، يعني واخا يعطيك 99% ذكر غتسجل يتم التسجيل ديالو، الى من بعد تبين بانه انت راه ممكن انك تجيب شواهد طبيه وتاخذ نسخه كامله وترفع دعوه للمحكمه انه تغير جنس ديال هذاك المولود بناء على الوثائق اللي غدير بهم المحكمه. المولود الميت فيه نوعان، فيه المولود الميت اللي غيتزاد، هذه الماده 29 هي اللي تحدث فيه، فيه المولود اللي كيتزاد ميت هذا ممكن تسجلوه، كنسجلوه في سجل الوفيات كيدخل في هذيك الخانه ديال سجل الوفيات. بالنسبه للمولود اللي كيتزاد ولو غير دقيقه، ولو غير دقيقه او دقيقتين او ثلاثه او هذا كيتسجلوا بانه راه كتسجلوا بانه تسجلوا في سجل الولادات ومن بعد تسجلوا في سجل الوفيات، يعني تزاد ومات، يعني هذا هو الفرق ديال هذا المولود الميت. كاين المولود الميت ان ام وضعت مولودا ميتا كتسجلوا غير في الوفيات ما كتسجلوش لان وضعته هو ميت، اما الى تزاد وعاش ولو غير دقيقه كتسجلوا في سجل الولادات وتسجلوا في سجل الوفيات وبالاسم بالاسم ديالو، هذا هو الفرق بيناتهم. ما كعادية كأنك تسجل تسجيل مولود وتعاود تسجلوا وفاة، يعني بسرعة فائقة، يعني حتى مثلا إلا كانوا جوج الموظفين واحد راه كيسجل لك الوفاة الولادة كتخرج لك نسخة كاملة كدوز يسجل لك حتى الوفاة من وراها، يعني نص ساعة بيناتهم، ساعة بيناتهم كاع بجوج، إلا هذه إلا كان كاع الشخص شوية تقيد في الكلافي. دابا بالنسبه للتوأم الاول والتوأم الثاني والتوأم اولى ثلاثه توائم او اربعه ولات الزاميه انها يشار اليها، يشار اليها في السجل، هذيك راه المال كلمه التوأم الاول والتوأم الثاني اصبحت ملزمه، غير هي كاين بعض الناس غيقول لك لا راه مثلا الامن الوطني اللي كيبغي يصيب بطاقه التعريف الوطني كيقول لي لا خصك تحيد لي التوأم، لا ما بقاش تحيد التوأم، التوأم ملزمه بهذا القانون الجديد ولات الزاميه، التوأم الاول وكل واحد عنده الرسم ديالو، الاول عنده رسم والثاني عنده رسم والثالث عنده رسم والرابع عنده الى اخره، على حسب هذاك الشخص شحال زايد عنده واش ولد واش زوج ولا ثلاثة ولا أربعة، إذا ولات تكتب التوأم الأول التوأم الثاني إلى كان عنده حتى أربعة الوليدات راه غدير ليه التوأم الرابع. إذا هذه ولات إلزامية، غير هو ما نقولش لك واش غتخرج ليه النسخة الموجودة أو لا، ما نقدرش نحدد لك هذا لأن ما عارفينش كيفاش غادي يكونوا النسخ الموجودة من بعد. بالنسبة لهذا القانون هذا راه بحال تنقولوا ما هو ورقي غيحيد، الورقي ما غيبقاش عندنا، ما بقيناش غنكتبوا في ستيلو بهذه اللغه، قلم الرصاص ولا قلم جاف ما بقيناش غنكتبوا به، يعني وليتي كتكتب على آلة إلكترونية، كل شيء غيولي يخرج عندك إلكترونيا هذه، ولكن المادة 59
هي اللي غنركزوا عليها، لان هي اخر ماده جا بها هذا القانون. قال لك ينتهي العمل بالنظام اليدوي، يعني بستيلو، والسجلات الورقيه بمكاتب الحاله المدنيه التي تم تنزيل الناس اللي عندهم المنظومه الرقميه، اللي عندهم اللي تنزلت عندهم المنظومه الرقميه داخل المملكه بقرارات صادره عن السلطه المركزيه، يعني وزاره الداخليه اللي عندها اللي هي كسلطه مركزيه هي اللي مكلفه بهذا السجل، بهذا السجل الوطني. غتصدر واحد القرار وكتصيفطو لهذيك المفتش الاقليمي ديال اللي كيمثل هذاك الاقليم، كتعطيه كتقول ليه ما يبقاش يكتب السجلات الورقيه، اذا غيدخل مباشره للمنظومه. ويتم تعميم تنزيل المنظومه الرقميه داخل المملكه بشكل تدريجي، انها راه غتمشي تدريجي خلال اجل لا يتعدى 3 سنوات، 3 سنين، 3 سنين ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريده الرسميه ودخوله حيز التنفيذ. اذا هذا نشر في الجريده الرسميه العدد ديالها 7006 بتاريخ 11 ذو الحجه 1442 الموافق 22 يوليوز 2021 21. اذا راه هذا القانون راه حنا دابا عندنا فيه 8 شهور، 8 شهور يعني راه ما بقاش لنا على 3 سنين، دوزنا فيه 8 شهور يعني بقات 48 شهر، 28 شهر، عامين و 4 شهور. واللي هو جميل ان هذه العمليه راه غاديه، عمليه الرقمنه راه غاديه مزيان داخل ارض الوطن، راه غاديه مزيان، غادي مستمر فيها وزاره الداخليه بشكل جميل بزاف صراحة، أن هذا النظام غيخدم المواطن المغربي. ونتمنى الشكر موصل لكم، لأن أنتم اللي غتوصلوا هذا القانون غتوصلوه، ونتمنى من المواطن كذلك أنه يحاول أن ولا حتى الصحافة الإلكترونية ولا الصحافة المرئية ولا المكتوبة أنها تحاول حتى هي توري للمواطن هذه الإجراءات اللي خرج بها القانون بعد ديال تبسيط المساطر الإدارية، لأن هذا القانون 55/19 كيخدم ثاني أكثر المواطن، خصو يعرف أشنو اللي خصو أشنو الوثائق اللي خصو يدفع الإدارات، أشنو هما اللي مفروضين عليه، أشنو الإدارات اللي خصها تقول ليه جيب لي إيكاليزي. راه هذا القانون حتى هو خص نتمنى أن المواطنين يطلعوا عليه، ونتمنى أن الجرائد تكتب عليه. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.